السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم جميعا. إن شاء الله يا ربي تصومون بصحة وعافية، ويتقبل ربي منا ومنكم جميعا الأعمال الصالحة كامل إن شاء الله. الفيديو تاع اليوم طلابي هي الدعاء سر النجاح، نتعرفوا أكثر على الدعاء والخشوع أكثر، بما أنه إحنا يا رمضان وبما أنكم أنتم قاعدين تقرأوا في نفس الوقت تعبدوا، ومدى بكم أكيد تنجحوا وتوصلوا، فالدعاء تحتاجوه بزاف بزاف. الفيديو هذه لكم يا طلابي، ونتمنى أنكم تستفادوا مني. نبدو على بركة الله. طبعا أكيد كل شخص منكم عنده أكيد أمنية وعنده أكيد أهداف حاب يحققها، اللي حاب يدي الباك ويروح كذا وكذا، اللي حاب يقرأ تخصص كذا وكذا، كل منكم عنده هدف معين، وكل منكم متمني أنه يوصل لذلك الهدف ويشوف روحه في يوم من الأيام في تلك المكانة أو في ذلك المنصب إلى آخره. طبعا بما أنه شهر رمضان شهر الرحمة، الشهر تنزل فيه رحمة ربي سبحانه علينا جميعا، هو شهر المسلمين، شهر التقرب من الله عز وجل بأي طريقة، بالأذكار، بالعبادة، بالقرآن الكريم، بالصيام، بالقيام. فلهذا حبيت نعطيكم بعض النصائح. طبعا أنا ديما نقول لكم أنه أي شخص عنده هدف ما يركزش على الهدف تاعو وينسى العبادة وينسى بلي كاين ربي عز وجل، لأن ربي اللي راح يوصلك لوين انت حاب. كي تكون علاقتك معاه مليحة الدنيا راح تكون معاك مليحة، كي تكون العلاقة مع الخالق مش مليحة الدنيا ما راحش تكون معاك مليحة، والأمور راح تصعب عليك، والعراقي راح تجيك من حتى ولا تحتسب. فلهذا كل ما كانت علاقتك بربي سبحانه قوية وطيدة وشارح صدرك ربي سبحانه ويعني وما تنساش ربي، ربي ديما في بالك، ربي تاني ما ينساكش. اذكروني اذكركم واشكروا واشكروا النعم التي انعمتها عليكم ربي سبحانه. لذلك حبيت نقول لكم لازم العبادة تعطيوها وقت وتعطيوها وقت وتعطيوها أهمية، سيغتو في شهر رمضان المبارك، الدعوة مستجابة وأبواب الرحمة مفتوحة وأبواب السماء بشكل عام مفتوحة، وربي أكيد يقول هل من داع أستجيب له عز وجل أكيد في قرآنه الكريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك أنا حبيت نقول لك ادعي ربي عز وجل، الدعاء هو كنز، الدعاء هو أساس للنجاح والتفوق. صلي صلاتك، قرأ قرآنك، كن ديما نقول ما تهجروش القرآن الكريم. رمضان المبارك الحسنات تاعو أضعاف والسيئات تاعو أضعاف، لذلك قراءة القرآن والكتاب غدوة عند ربي يكون عندك شهيد، غدوة عند ربي القرآن يشهد عليك إنك قريتي من كلماته. لذلك ما تهجروش القرآن والأذكار، ديما أهضروا الأذكار وخلي نية مع ربي سبحانه. يعني كيفاش النية من كل صلاة، سواء صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، قيام الليل، الشفع والوتر، التراويح، أي من كان الصلاة، حاول دير النية مع ربي عز وجل، مد يديك وخلي عندك يقين وادعي من كل قلبك وفرغ فرغ 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 فرغ. ربي عز وجل إنما أشكو همي لله عز وجل، ما تشكيش همك للناس، الناس تشكي لهم تسمى دل، تشكي ربي عز وجل هو اللي يسمع لك، هو اللي يوصلك اللي انت وين حاب. فاستغل هذا الشهر بالدعاء، مد يدك للسماء وادعي ربي عز وجل من كل حاجة، ادعيه مشيت من انت وين حاب توصل، أمور حاب انت تسهل في حياتك تيسر في حياتك، معدل حاب تجيبه، حاب تحفظ مادة معينة تيسر فيها، توفق في مادة صعبة عليك وما قدرتيش تفهمها، استودع ربي فيها وادعيه فيها باه يوصلك وتقدر تفهمها، يبعثك ربي ناس يفهموك فيها، يشقلب لك حياتك. المهم ربي سبحانه عز وجل عفوا يدبر لك الأمور الوالدة تستفاد في النهاية، إما تفهم إما تنجح إما تدي معدل كبير، ربي سبحانه عز وجل يدبرها لك ويسر لك الأمور، فقط انت سلم أمورك الله عز وجل وشوف النتيجة. كما كنت نقول لكم وانت تدعي أكيد اخشع في دعائك،
افتح قلبك ربي عز وجل، افتح يقينك ربي عز وجل بلي دعواتك مستجابة، ربي أكبر يستجيب لدعواتك. اخشع في الدعاء وتضرع لله عز وجل، هو الكبير. واحد في الدنيا هذه ما تدل روحك ليه وما تشكيله همك إلى الله عز وجل، لأنه هو العالم بحالك وهو راح يسر لك أمورك. لذلك استغل شهر الرحمة في الدعاء بكل ما تتمنى من نجاح، من تحقيق أمنيات، من تحقيق أهداف، من وفرة مال، صحة، رزق، أحب، أي حاجة. ديما ادعي ربي عز وجل به يبارك لك ربي ويستجيب دعواتك. وما كاش مسلم يدعي ربي عز وجل في شهر رمضان ربي يخيب له ولا يرجع كما نقولوها فارغ، إلا ربي يعطيك على قدر نواياك وراح يستجيب لدعواتك، لأنه هو وعدنا باللي هو مجيب الدعوات وباللي هو قريب يجيب دعوات الداعي إذا دعاه، فهو عند وعد، إن وعد الله حق وليس الله بظلام للعبيد. لذلك استغل هذا الشهر. أنا ما قلتكش ما تقراش وما تشاهدش وما تبكرش للدراسة تاعك وما تنظمش وقتك، لا بالعكس، القراية عليك حق والعلم عبادة، ولازمك تقرأ ولازمك تتعب به توصل، لأنه السعي مشروط في القرآن الكريم، ربي هدر عليه إن الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. فالسعي حاجة ملزومة، ولك العبادة أيضا حاجة ملزومة، بما أنك مسلم، بما أنه شهر رمضان، ضاعف المجهود وضاعف العبادة وتقرب إلى الله عز وجل بأي طريقة. لازم تكون قريب من ربي عز وجل، لازم، لأنه شوف الإنسان كي بعد على ربي ويولي يصلي صلواته المفروضة ما يركزش فيهم، هكا ينقبهم كل جد، ومن بعد قراءة القرآن يعني كما نقولها في أسبوع مرة أو مرتين، الدعاء قليل بزاف، ما يدعيش ربي نهار كامل هو مهتم بالناس وباللي الناس هما اللي يعاونوه والناس هما اللي يساعدوه، ما عندوش اليقين مع ربي عز وجل. هذا انسان كيفاش حنقولوا عليه حنايا؟ لا، هذا خطا كبير يا جماعه. كل ما تقربتي من ربي اكثر، كل ما الدنيا تفتحت ليها ابوابك اكثر، كل ما الدنيا تفتح الابواب قدامك، كل ما الامور تيسر. لذلك لكن حاب صح توصل وتنجح، تقرب من ربي عز وجل وتدعيه من كل قلبك، وانت تدعي خلي يكون على يقين بلي دعائك مستجاب وبالله يستمع لدعائك وراح يوفقك وراح يوصلك وين انت حاب. صدقني الدعوة باليقين السحر. وما تنساش كذلك وانت تقرب تسعى واكيد تتعبد مع ربي عز وجل، تستخدم كشكورك، شكور الشكر هذا كراس ولا ديرو انت معك في الدار، ريجيستر، اجندا، مذكرة، اي ما كانت، يعني هذه هاي اشكر فيها ربي عز وجل بالقلم وكتب الحمد والشكر لك يا رب كذا وكذا وكذا وكذا. شوف النعم اللي عندك وشكر ربي عليها، ربي راح يزيدك، لانه هو وعدنا لئن شكرتم ازيدنكم، والشكر بالشكر تزيد النعم. صدقني بالشكر تزيد النعم دابل دابل دابل. صدقني راح تولي تبكي من النعم اللي راح تجيك من بعد، من وراء ما شكرتي ومن وراء ما دعيتي، لانه صدقني الدعاء راح يوصلك لحوايج بزاف مليحه. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى تكون استفدتي عليا ولو بقليل، ودمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.